مع بعض اليوم العالم للتطوع خلال فترة الحرب والأزمة القاسية اللي مرت على سوريا. كثير من الشباب السوريين رشا اشتغلوا على أرض الواقع، تطوعوا، وكثير من المؤسسات والجمعيات تشكلت وصار إلى دور فعال بالعمل الإنساني، وكان إلى دور كثير كبير بدعم المجتمع الأهلي اليوم، وكان وجودا ضروري نور بظل الظروف اللي كنا عم نعيشها. يمكن مؤسسة سوريا بتجمعنا مثل كثير من المؤسسات والجمعيات اللي شفناها بشبابها التطوعي يلي كان عندهم عن جد احساس بوجود ازمه حقيقيه واحساسهم انه اليوم هن المفروض يكونوا متواجدين على الارض. اليوم رح يكون ضيفتنا هي سيزر قصار، عضو مجلس اداره سوريا بتجمعنا، مؤسسه سوريا بتجمعنا، اللي كانت من الاوائل ومن السباقين ليكونوا موجودين على الارض. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. كل عام صباحك. كل عام بخير. اليوم العالمي للتطوع. كل عام بخير لك ولكل المتطوعين الشباب وللمؤسسة، وانت دائما شركتنا بكل المناسبات الصباحية. خلينا بالبداية نحكي عن ثقافة التطوع اليوم. اليوم ما عاد هي صارت يمكن ثقافة قد ما هي بتحسي الشخص واجب عليه. كنا نشوف بعض الأشخاص الشباب اليوم عم نشوف كل الأعمار عم تشارك بالتطوع، كل أفراد العائلة. مرة استقبلنا أصغر متطوع عم نشوف من عمر 6 سنين لعمر 80 سنة، من جميع شرائح المجتمع. خلينا نحكي عن هي الثقافة وقديش إلى فعليا دور فعال على أرض الواقع بالمجتمع الأهلي اليوم ضمن الظروف اللي عم نعيشها بسوريا. ثقافة التطوع هي أكيد شيء قديم ومتجذر بنفوس الناس، وخصوصي مثل عنا لحنا المجتمعات اللي فيها أهلها لسه عندهم طيبة وعندهم خير وعندهم إحساس بغيرهم. تمام. بس لحنا بظل الأزمة والحرب القاسية اللي ضربت بلدنا واللي نتج عنا يعني متغيرات اقتصادية واجتماعية كتير قوية أثرت على كل أفراد وطبقات الشعب السوري، فصار في أهمية أكبر أنه لحنا نركز على العمل التطوعي، لأنه هذا عمل بيكون نابع من النفس، بيكون ما له أجر يعني ما بيعتمد على مقابل. صحيح. بيكون مبني على الارتباط الشديد بين الشخص المتطوع ووطنه أو الشخص المتطوع وأفراد مجتمعه، لأنه لو ما بتحسي أنه عندك هالمسؤولية تجاه غيرك ما بتقدري أنك أنت تشاركي بأي عمل تطوعي، لأنه أكيد هن أعمال صعبة وأعمال بدها جهد، بدها وقت، بدها يعني حسب شو نوعية العمل، بدها التزام، بدها جدية، بدها يعني فصل بين شخصك وبين الشيء اللي أنت عم تعمليه، بين بتكوني مجتمعات مختلفة، بتكوني بمحافظات مختلفة، فكتير مهم انك انت تكوني لابسة دور المتطوع الصحيح فعلا اللي عم يؤدي على اكمل وجه كل شيء مطلوب منه، ملتزم، عنده جدية، عنده عنا احنا معايير اخلاقية عامة، عنا يعني كتير في معايير لازم تشمل المتطوعين لحتى يكونوا موجودين بميدان العمل التطوعي. اكيد طبعا عمل التطوعي بهالأزمة مثل عنا أكيد هو شيء كتير أساسي، لأنه عم نحاول أكيد ما نحل المشكلات الاجتماعية الاقتصادية، أكيد ما بنقدر نخفف شوي من الأثر السلبي الكبير اللي عم يأثر على أغلب طبقات الشعب العربي السوري. صحيح. طيب سيزر خلينا هيك نحكي اليوم وقت نقول مؤسسة سوريا بتجمعنا، في كتير كان لكم نشاطات وفعاليات متواجدة على الأرض، واليوم قبل ما نبلش لقائنا قلت لنا أنه الكادر متوزع بمعظم المحافظات السورية. خلينا نحكي اليوم شو عم يشتغلوا. أكيد بدنا نوجه لهم تحية، سعد صباحهم شباب وصبايا. اكيد وجه تحيه لكل زملائي او اسرتي اللي احنا بنعتبرهم، نحن عائله سوريا بتجمعنا. حاليا متواجدين اغلب الافراد المؤسسه متواجدين على كل المحافظات السوريه بدون استثناء. عندنا كان شيء ضخم حضرنا له اكيد شهور قبل بمناسبه اقتراب الشتاء والاعياد، حبينا نفرح قلوب اطفال صغار من عمر السنتين لعم نوصل لحد 18 سنه، نقدم لهم جواكيت شتويه باغلب المحافظات السوريه. متاسفين لحنا للفرق. كل سنه بتحاولوا تحطوا هدف معين؟ اكيد بنحاول انه نوصل لعدد كبير. الحمد لله السنه العدد كثير كبير، عندنا قوائم كثير كبيره محضره سلفا وموجودين. يعني الحلو لانه هالمره انه توزعنا، يعني توزعنا لفرق، توجهت كل فرقه يوم السبت لمحافظه، وان شاء الله مستمرين للخميس او السبت حسب
شلون بيمشي سير العمل حسب قديش ممكن يكون في سرعه انجاز. اكيد مبادره هي طالعه من القلب، لانه العطاء اللي بيطلع من القلب هو اللي بيعطي الدفى اكثر من القطعه بحد ذاتها. نحن رايحين ميداني، رايحين نكون مع الاطفال ببيوتهم او حتى ممكن يكون نتوجه لبعض الاطفال بمدارسهم. الحمد لله عم نحاول قدر الامكان انه نغطي شريحه كثير كبيره، يكون في عدل ومساواه بالتقديم بالفئه المستهدفه. عم نحاول ان شاء الله. طب خلينا يمكن نحن دائما نحكي معكم، سوريا بتجمعنا دائما، في جيل عندكم دائما العدد عم يكبر، في مجهود كثير كبير عم تقوموا، في جنود مجهولين اساسا عم يشتغلوا معكم بشغل كثير كبير. خلينا نحكي عن هذا الشغل كيف بتم بين بعض، خصوصا هلا يعني بتحسي الدائره كل ما عم تتوسع ما عم تضيق، يعني ظروف قاسيه اقتصاديه معيشيه، دوركم اليوم بيلعب دور كثير كبير في دعم المجتمع الاهلي. اليوم حتى ونحن جايين كنا عم نحكي الصبح ما في مواصلات، في أزمة مشتقات، في أزمة اقتصادية معيشية قاسية، اليوم بيكون مسؤولية أكبر عليكم، يعني في ضغط حتى أكبر من ناحية العدد والشغل. أكيد هلأ طبعا هاي الأزمات اللي بتضرب المجتمع بشكل عام، مثلا أزمة المحروقات مثلا بنزين والمازوت، يعني إذا بتأثر طاق مثلا على عائلة فعلى المؤسسة بتأثر كتير، لأنه إحنا مضطرين أنه نتحرك ونكون موجودين بعدد كتير كبير من الأماكن، نشحن أغراض، نشحن المواد المراد تقديمها مثلا توزيع على المستهدفين، فأكيد بتأثر كتير كبير. أكيد التحديات دائما كبيرة، بس إحنا يعني الحمد لله عنا يعني قاعدة تنظيمية كتير قوية مترابطة، احنا يعني كل حدا بيعرف دوره، بيعرف شو عم يعمل، عندنا تجهيزات قبل فترة طويلة، قوائم بيتم التواصل معها، التأكد من المقاسات مثلا بما يخص بهي الفعالية، تأكد من المقاسات، تأكد من الأعمار مثلا، من الجنس الأطفال إذا صبيان أو بنات. القوائم كل ما عم تزيد أكيد طبعا أكيد بكل طب المردود المادي هون بيكون في شركاء معكم؟ أكيد الحمد لله عم بيكونوا على قدر المسؤولية دائما، في أصدقاء من داخل المؤسسة، في من خارج المؤسسة، في شركات مثلا ممكن تكون مثلا قطاع خاص مثلا ممكن تكون انه تشبك، مو شرط بهالفعاليه، بشكل عام عم نحكي على مؤسسه سوريا بتجمعنا. اكيد عم نحاول دائما انه نوسع القاعده، لانه بصراحه اذا ما صار في تضافر وتضامن لهي الجهود كلياتها فنحن ما فينا نكمل شغلنا، لانه مثل ما قلتي يعني نحن بتقريبا 11 سنه صرنا من اول الأزمة بالضبط لحنا موجودين على أرض الواقع، وكل مالة عم تكبر وتتوسع بكل فخر ومحبة، عم تكبر وتتوسع الفئات المستهدفة، وعم نحاول أنه نكون موجودين بكل المجالات الإنسانية، ما تكون واقفة على شيء معين. صحيح. ذكرتي حضرتك أنه اليوم التوزيع عم يكون عن طريق قوائم ليصل الغراض لصاحبه لحدا بيستحقه، للأكثر استحقاقا، للأكثر استحقاقا. ولكن هالقوائم كمان بحاجة لجهود، بحاجة لأكثر من طرف اليوم يكون في تشاركية حتى بموضوع القوائم. اليوم أنتم كيف قادرين تنظموا هي القوائم وتتأكدوا من حالات كل حالة عم تجيكم أنتم عم تتوجهوا لتتأكدوا منها بشكل شخصي؟ تمام. هلا القوائم طبعا عم تكون في تضافر بين كذا جهه عامه وجهه خاصه، بالاضافه لعملنا لحنا الميداني، يعني لحنا لما بيكون متطوعينا موجودين مثلا هن موجودين بالمحافظات. قد عددكم هلا العاملين تقريبا يعني الفعالين عم بيكونوا مثلا بال80 تقريبا الفعالين الموجودين بشكل فعلي، يعني موجودين على الارض. بوجه لهم كلياتهم تحيه مره ثانيه. اكيد كلهم بدون استثناء. اكيد عم بيقوموا بجهد كثير جبار على حساب حياتهم الخاصه، على حساب شغلهم، دراستهم. عندنا نحن متطوعين من كل الاعمار ومن كل الاختصاصات، الحمد لله يعني شاملين كل اختصاصات الحياه. فبالعوده لنقطتنا عم بيكون في قوائم من كل بتضافر كثير جهود، عم يتم التاكد من الحالات كلياتها، عم نحاول انه نوصل للاكثر استحقاقا للخدمه. شو ما كانت الخدمه دور كمان مخاتير الاحياء الشؤون اكيد في كثير. نحن عم نقول لك يعني في هو بيكون بين وزاره الشؤون، بين وزاره الدفاع حسب نحن شو الفئه اللي متوجهين لها، يعني بين مثلا اكيد المحافظين كمان، يعني حسب شو الخدمه اللي عم تتقدم، شو الفعاليه. نحن تمام. نحن طيب خلينا نحكي معك سيزر، قلتي عم تحضروا لشيء كبير، جواكيت لعدد كثير كبير ومختلف الاعمار
الاعمار لنا نسبه كبيره من الاعمار ورح يبلش شغل السبت. بلشنا السبت الماضي. السبت الماضي بلشتوا ومستمرين لايمات ان شاء الله، يعني يا خميس يا سبت حسب سير العمل. وهيدا شهر شهر الميلاد، يعني بدايه رحلتنا الصباحيه كنا عم نقول رغم كل الظروف القاسيه والاقتصاديه والمعيشيه بعد الناس بتدور على فسحه امل صغيره وفرح وبتحاول تحتفل. دائما بتكونوا متواجدين انتم بشهر الميلاد، دائما في شيء مخبينه. خلينا نحكي أكيد. عن هي النشاطات شو أكيد. هلا نحن حاليا يعني اكيد عندنا يعني عندنا دائما نحن بنحاول نكون موجودين حتى لو عم نشبك مع غيرنا، نحن موجودين بعدد كثير كبير، عم نشارك بالشيء خيري مثلا عم بتساوي بازارات مثلا تبع الميلاد، تبع مثلا كنا الاسبوع الماضي متواجدين مع اخواتنا بالسفينه، هي مخصصه جمعيه مخصصه لذوي الاحتياجات الخاصه من كبار السن وليس صحيح. الصغار دائما نحن بنحاول نكون في دعم، دائما كان في الاسبوع الماضي كمان للاس او اس لاطفال اس او اس للمهارات والمواهب اللي عندهم، كمان كان بمناسبه اقتراب شهر الاعياد، في شيء جاي لقدام ان شاء الله على راس السنه والميلاد، في شغلات لسه عم يتم التحضير. دائما نحن ليكي بنحاول اي شيء اي شيء ولو شيء بسيط، اوقات زرع ابتسامه على وش طفل او حدا فعلا انه هو بيكون بحاجه، هو بيكون عمل كثير حلو. حلو كثير نستمد هذا الروح العطاء من شهر الميلاد. صحيح. اكيد نحن يعني بنحب دائما نكون بالمقدمه برسم البسمه وخصوصا بهذا الوقت، يعني بجوز نحن ككبار وقت بدنا نشوف شجره الميلاد الاضويه نرتاح، يعني نقول هيك في امل لبكره. تمام. يعني الأمل. هدول الاشياء اللي بسيطه كثير، الاضواء الالوان انه كثير بتخلينا، فكيف الطفل اليوم اكيد نحن هذا بنشتغل عليه، بنحاول نزرع الامل، لانه بلا امل ما فينا ندور على بكره، بلا ما يكون في عنا ولو شيء بسيط ايجابي بسيط امل ما فينا نفكر ببكره. اكيد اكيد. وبكره ان شاء الله هيك بيحمل لكم الخير والصحه والسلامة. سلامي لكم ولكل المؤسسات والجمعيات اللي عم تشتغل وتقدم الخير لسوريا بالظروف يلي نحن عم نعيشها. تحيه لكل المتطوعين أكيد. بكل انحاء الوطن، بكل المؤسسات والفرق والجمعيات، تحيه لكم انتم عم تواكوا عمل المتطوعين. اكيد لو ما الاضاءه على عمل المتطوعين ما بيكبر العمل التطوعي وبينمو لهالدرجه اللي نحن بنفتخر فيها بشباب الوطن، انه صرنا لهالدرجه من التنظيم والتشبيك والقوه على الارض. اكيد بدنا نشكرك ست سيزار قصار عضو مجلس اداره مؤسسة سوريا بتجمعنا، يا رب تبقوا بنفس النفس وهي الهمة. نحن نتذكرك من سنوات ونفس الطاقة كل سنة بهي القوة. تحيتنا لكل فريق العمل، لأنه اليوم دوركم لازم يكون أضعاف مضاعفة عن السنوات السابقة، في لكم دور كتير كبير بالمجتمع الأهلي. مثل ما قلت ببداية حديثنا، ظروف خاصة ومعيشية بس عندنا تكافل اجتماعي، شو عم توصلوا عنا إرادة وتصميم أكيد. شكرا كتير إليك. شكرا كتير لكم، يعطيكم العافية، سعد صباحكم. مهلا رشا بننتقل، خليني اروح على حمص كمان.